لابد لنا من الوقفه مع الحق، ودي وقفه حق، فلا بد ان احنا نقول نعم للحق. والدكتور محمد مرسي رجل انتخب انتخاب شرعي والشعب انتخبه، فجايين نقول للناس اللي موجودين هنا والناس اللي في العالم كله ان احنا لن نتنازل عن ان هذا الرجل يكمل المده بتاعته زي ما الدنيا كلها بيحصل في كل بلاد العالم كلها. في امريكا ما سمعناش في دوله من دول العالم ابدا ان في حد في الدنيا بعد سنه يشيلوه ويجيب غيره، ان هتبقى فتن وهتبقى مشكله، فانا جاي عشان اقف مع الشرعيه وده من حقي. نعم، وان لم اؤيد الدكتور محمد مرسي فمن اؤيد؟ انا اؤيد الدكتور محمد مرسي تاييدا للمشروع الاسلامي الذي حمله الدكتور محمد مرسي ان شاء الله، وان شاء الله سيحقق فيه انجازات كبيره ورائعه باذن الله تبارك وتعالى. احنا عايشين عشان الاسلام وعشان المشروع الاسلامي، وعشان ما حدش يقول يعني ما كناش مسلمين، كنا مسلمين، بس احنا عايزين نفعل الاسلام في حياتنا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله تعالى هتعدي بكل بساطه، لان الله سبحانه وتعالى وعد ووعده الحق. اسالني انا عن طبيعه هذا الشعب. الحمد لله ان شاء الله يوم 30/6 سيكون يوما رائعا في تاريخ الدكتور محمد مرسي باذن الله تعالى، وسيكون يوم النهايه لكل هؤلاء الذين يدعون أنهم يتحدثون باسم الشعب، فالشعب يقول كلمته المعتبرة والمحترمة عبر صناديق الانتخاب. والدكتور محمد مرسي إن شاء الله سيكمل مدته الانتخابية، وإذا كان يمكن أن يكون هناك أحد غيره رئيسا فلن يكون ذلك إلا عبر صناديق الانتخاب حتى يحترم بعضنا بعضا. قبل كده ما كانش أي واحد يقدر يقول كلمة، فالآن الحمد لله من حقه يتظاهر، لكن لو حصل أي شيء مخالف فيعني ما نضمن ايه اللي هيحصل من كل طرف من الاطراف الثانيه.